في ذات الشأن، وصلت بعثة إصلاح مؤسسات الدولة إلى مدينة قمرة حاضرة إقليم مندول في إطار لقاءاتها التفاكرية مع المعنيين من كل الطبقات الاجتماعية للتشاور حول كيفية وضع الخطط والاستراتيجيات المتعلقة بالإصلاح والاستماع إلى آرائهم المختلفة. هذا وقد حضر الاجتماع حاكم الإقليم الجدي عيسى. التفاصيل في تقرير عائشة أحمد دوقي. الإسهام في تقديم الآراء والأفكار البناءة على أساسها توضع اللبنة المتينة لاستراتيجية دولة ذات قيادة ونفوذ، والتي لن تتم إلا بمشاركة أفراد المجتمع. لذا فإن بعثة إصلاح مؤسسات الدولة وصلت إلى مدينة قمرة حاضرة إقليم مندول، حيث اجتمعت مع عدد كبير من المسؤولين السياسيين وممثلي الجمعيات المدنية ورجال الدين والشيوخ التقليديين وبعض من سكان الإقليم الذين يهتمون بقضايا الوطن والبلاد، وذلك تحقيقا لكلمات رئيس الجمهورية أثناء خطابه في الحملة الانتقابية المنصرمة في تحقيق العدالة والحرية والديمقراطية. رئيسة البعثة سيلفيان كوردوم قالت بأن البعثة جاءت لتستمع إلى آراء واقتراحات سكان إقليم مندول، مذكرة بأن اليد الواحدة لا تستطيع أن تعمل في دفع عجلة تنمية البلاد. وخلال ذلك قدم بعض السكان اقتراحاتهم والتي مثلت في تقليص أقاليم البلاد وجمعها في عدد أقل مما هي عليه الآن، مشيدين بالعمل والدور الكبير الذي لعبته إدارة الأقاليم. عيسى الجدي حاكم إقليم مندول من ناحيته قدم شكره لأعضاء البعثة وقال بأن البلاد يهم الجميع، مؤكدا بوصولهم الذي يترجم توحيد أبناء الوطن الواحد. وفي نهاية كلمته طلب من أعضاء البعثة نقل اقتراحات السكان إلى الجهة المعنية حتى تؤخذ بعين الاعتبار.